وزارة السياحة والآثار يوجهون بثلاث تحركات عاجلة بشأن كورونا. عدة تحركات اتخذها وزارة السياحة والآثار خلال الساعات الأخيرة لحماية أداء المنظومة من أي تداعيات كانت تنتج عن انتشار فيروس كورونا الذي أزعج عدد كبير من دول العالم. وبعدما ترددت أنباء بشأن إغلاق منشآت فندقية بسبب فيروس كورونا، خرج مسؤول الوزارة من أجل نفي تلك الشائعات بشكل عاجل، مؤكدين أن الوزارة تقوم بالتنسيق على أعلى مستوى مع وزارة الصحة، أي تقوم بالتفتيش على الفنادق والمنتجعات السياحية وإجراء تحليلات للعاملين الاطمئنان عليهم محاصرة الفيروس. وسنة التحركات التي اتخذتها السياحة كانت بشأن محافظتي الأقصر وأسوان، حيث قدمت التسهيلات اللازمة من أجل إجراء وزارة الصحة للتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس للعاملين بكافة المنشآت الفندقية الثابتة والعائمة للتأكد من عدم وجود أي حالة بالمحافظتين خارج مستشفى العزل. كما خصصت وزارة السياحة والآثار خط تليفون ساخن رقم 105 على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي حالات يظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.